فضيلة الشيخ عطية صقر، هل وردت أحاديث نبوية شريفة تحض على قراءة معينة في صلاة القيام في رمضان؟ ليس في القراءة في التراويح شيء مسنون عن النبي صلى الله عليه وسلم، وورد عن السلف أنهم كانوا يقومون بالمئتين، يعني 200 آية، يقومون بسورة البقرة في 8 ركعات، فإذا قرئ بها في 12 ركعة عد ذلك تخفيفا، والأفضل عدم تطويل القراءة حتى لا يشق على الناس. وقال القاضي: لا يستحب النقصان من ختمة في الشهر ليسمع الناس جميع القرآن، ولا يزيد على ختمة كراهية المشقة على المأمومين، والتقدير بحال الناس أولى. فلو اتفق جماعة يرضون بالتطويل كان أفضل، كما قال أبو ذر: قمنا مع النبي صلى الله عليه وسلم حتى خشينا أن يفوتنا الفلاح، أي السحور، وكان القارئ يقرأ بالمئتين. والله أعلم.